يعني دابا يعني دابا دابا المشكل ديال هاد الشيخ وعمه ما قدرتوش عليهم. انا بنقدو عليهم، راه واحد الشيء كثير عندهم. هاد الشيخ عندنا حنا في القبيله راه متعدي شويه، انا راه ما كنسمح ليش، انه كيتكرفص هذيك الدريه سميحه، راه هو اللي مكرفص عليها. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا الموضوع ديال سميحه المختفيه، لازلنا على تتبع لهذا الملف، وتنطلب الله سبحانه وتعالى تكون هذه البنيه باقا بخير. مشاهدينا الكرام، اول ظهور المقربين من سميحه كبروا معها في الدوار، عشت معاهم، ساكنه احداهم، علمتهم القصه. معايا با عمر عنده حوالي 70 سنه، ومعايا مصطفى تزاد سنة 1975، تهو تصدم في هذا الموضوع. مجموعة من النقط في الموضوع غادي نشوفوها معاهم، وكذلك بعض المستجدات اللي فيها نوع من الغرابة. تبعوا معايا. با عمر، كنشكروك على هاد المساعدة ديالك اللي كتساعدنا باش نوصلوا لحقيقة هاد البنية سامحة. سامحة بنت الدوار عندكم، كبرات معاك بحالها بحال بنيتاتك. أنت با عمر عندك 70 سنة، غادي تعود لي على هاد سامحة كيفاش؟ كيفاش كبرات؟ كيفاش دايره؟ وهاد سامحة سيدي النهار اللي عرفناها والنهار اللي تزادت، حنا راه هي قد صغيرة في بناتنا، وكبرت معانا وكانت تقرا، وملي عاود طولوا في الأيام وجاهم داك الجفاف وتحولوا رحلوا لدار بيضاء، وغلبوه في القراية تاعت البلاد هنا، كان يقريه مسكين ومسكين دقدق، ملي غلبته الوقت مشى، مشى لدار بيضاء سكن فيها بدوك البنيات، بقاو كيخدموا عليه. ويا كيجوا للبلاد من العيد للعيد، في العواشيرات كيجوا يعيدوا معنا في العيد الكبير. ويا جيراننا هذوك الناس، شيخه وحده قيم مقدم واحد، وهاد الدريه ملي كانت تمشي للبلاد وكتجي هنا لعما والدها في العياد، بقات كتجي هنايا، وحنا تصدمنا في هاد الشيء اللي غبرت فيه هاد الدريه. هاد الدريه حنا ملي كانت كتجي هنايا، هاد الشيخ هادنا حنا ترابط معاها بشي علاقات، ديك العلاقات اللي ترابط معاها بها بقات هذيك الدريه كتجي عنده. وهادشي دابا با عمر انتوما عرفتوا شحال هادي بلعدة بعلاقة، ولا تشتوا هادشي دابا من والديها خرجوا يقلبوا عليها؟ لا، حنا هادشي كنشوفوها هي كتجي عنده قبل من هادشي، كنعرفوها حنا عليه. وهاد الدريرية نقول لك شي 5 شهور هادي ولا 4 شهور شتها تابعة عمامو عمانة في صويرة، ملي حنا كنا حضرنا في واحد الجلسه شت هذيك النهارات كاينه في صويره، من تما بقيتش نضرتها، من عاود هي ولات جادت. شتيها بوحدها ولا معاه ولا؟ لا لا، شتها مع واحد الدريه وكانت تابعانا، حتى دخلنا حنا هذيك النهار كان عندنا واحد الجلسه، كان مزينا عينا حنا في ديك الدعوه اللي بينا مع عمو فاش جا ولد خوه ودار الشهود وشاد فينا نسيبهم، مزوج خت الشيخ نيت وشاد فينا حنا عمدا متعمدا. واخ، هاد الموضوع ديال سامحه غنرجعوا ليه. هاد الشيخ وهاد عمو، شنو هو المشكل اللي عندك معاهم انت السي عمر؟ وهما جيراننا، ولكن خدم الطمع بيدو داكشي ديالنا عمدا متعمدا، هادشي اللي غرهم، انه تدعى علينا ودعمنا. قول لي بالضبط شنو دار ليك، شنو هو المشكل اللي عندك مع هاد الدعوه؟ شنو الدعوه سيدي؟ هاد الدعوه ملي رد لينا داك الباب قلت ليه هاد الشيء حيدو، قال لي حنا راه غادي نديرو الحسنات، حنا غادي نديرو هاد نكملو هاد البني في الدار، نسدو هاد الباب. دابا انت با عمر غنمشي انا وياك شويه بشويه باش الناس تفهم. قول لي شنو هو المشكل تاع هاد الباب؟ واش هو اللي دار عليك الباب ولا انت درتي عليه الباب؟ وباش الناس تفهم، هو اللي دار علينا الباب في البلاد ديالنا، هو والشيخ اللي درت به دعوه. قال لي انت كدير بنا الدعاوي، ناضو هما داروا بيا 3 دعاوي، داروا بيا الاولى عند الوكيل، داروا بيا الاخرى عند القاضي في الحنشان، داروا زيد دعوه اخرى بالعودات. قال لي باش نكثر عليه الدعوات، دار ولد خويا انا داعي، ودار ولد عم خو الشيخ ولد خوه داروا تا هو داعي، ودار نسيبو هذاك اللي جا كيطلب فيا داروا شاهد، باش حنا يزونا حنا.
التيوات قال لك قطعتيهم لينا وجاب لنا الشهاد باش حنا قال لك قطعتي لنا التيوات ودرت لنا هذا الشيء، راك عندنا في الاوراق وعندنا في كل شيء. وهذا الشيء انتم ما درتوش؟ حنا ما درنا حتى شي حاجه، حنا قاعدين نديرو اش نديرو؟ حنا الله غالب. واخا في الاول قلتي لي عمو، هذا عمو وسمعتك قلتي من جاي من مدينه، على هذا عمو ما كيعيش معاكم؟ وراه كان يجي للبلاد، واني هذيك الارض اللي من اللي شراها هو عند واحد الراجل، هذيك البلاد راه غير شاريها، والاخرى داير بينا مع المحافظه ودايرها السلك، ولكن هو بغى يتعدى علينا. ما هذيك الارض هو راه داير ليها الحيط، حتى دار لنا هذاك الباب في الملك، من قال هذا الملك ما ديرش لينا فيه الباب، راه ديالنا. وهو ورق سد البيبان كاملين وخلونا حنا كنطلعوا نهبطوا. يعني دابا دابا المشكل ديال هذا الشيخ وعمه ما قدرتوش عليهم. على نقدوا عليهم، راه واحد الشيء كثير عندهم. قال لهم هو اللي دعا يبا، يبا ما يرضاش يوقف قدام المخزن. هذا الشيخ عندنا حنا في القبيله راه متعدي شويه. انا راه ما كنسمح ليش انه كيتكرفص. هذيك الدريه سميحه راه هو اللي مكرفص عليها. وانا مشيت عنده قلت ليها الشيخ حط لي يا بنتي باش تشد هي، كاين هاد الناس اللي هما كيشدوا ديك العيانه تاعت الملك. المعاونه المساعده، المعاونه المساعده تاعت الملك اللي كتجي للجامعه، وما حطهاش ليا. ومشيت عامه عند القيد وقلت للقيد شوف هاد الشيخ اش دار. قال لي القيد حشومه عليك، علاش اللي ما كتحط هاد الدريه؟ وهاد الدريه عندك مريضه ولا مالها؟ وهي معوقه ذهنيه صافي، ما كات تهضر ما توقف ما تقول، مسرحه على الارض صافي. راه عندها فوق 32 سنه، ما كتوقف ما تهضر ما تقول شي حاجه، ما تاكل بيديها، ناكلوها نشربوها نعسوها. عمر الزنقه ما عرفت غير هزوها مراه بيدينا واحد وخرجوها حطوها في المراه. الى من دول السبيطار ما عمرها سافرات مسكينه. ما ماش سافر، وهي كنقول لك راه ما كتوقفش وما كتهضرش. انتوما ما عمركم ديتوها خرجتوها لشي مدينه ولا والو؟ ولا الا خرجنا من دول شي سبيطار، الا من دول السبيطار كندوها نشوفوا لها لابيلونس وندوها. رقم العالمين كامله كيعرفها. وهذا الشيخ ما دار معنا والو، لا الشيخ ولا رئيس. حتى الرئيس مشينا عنده الجامعه طلبنا في تعينا انه يتعاون معنا ودير معنا، ما دار معنا والو. كيدير معنا والو، كلشي عارفين على القبيله. انت دابا كنتي كتخدم في الصويره ياك با عمر؟ المعلومات اللي عندي كتخدم في الصويره، جات واحد الوقيته اللي جلستي وليداتك وبناتك تجيو في الدار البيضاء. في الدار البيضاء وانت في الصويره خدمتي؟ كنخدم في الدار البيضاء فاش خدام، ما الصويره غير اللي مشينا لها بحال هاد الشيء بحال هكا، شي حاجه اللي هي همتنا ولا شي. دابا باش جلستي؟ جلست فوق ال 20 سنه والهيمات اللي مشيت للمدينه نخدم. وهاد البنيه شكون اللي كيعاونك عليها؟ سيدي حنا انا الله اللي معاوني على هاد البنيه. انا وحداني والوليدات جوج وكل بقى، انا بقيت غيرهم ولا الدار. واليوم هاد الشيخ انا ديك النهارات كنطلبو بغيتو غير يعطينا مساعده على هاد الدريريه، وما عطاهاش لينا، ما يتعاون معنا حتى في شي حاجه. المساعده منين ديالو هو ولا منين؟ هو من عند اللي كيعطينا جلاله الملك الله يعطيه الخير، الله يشد لينا بيده. حنا وما بغاش يقيدها، ما بغاش يقيدها. وتا تا من هذيك المعاونه اللي كتجي للجامعه ومشينا حتى عند القيد وقال لي القيد علاش ما تقيدها؟ حشومه عليك ما تقيدها. كيفاش كدير مع هاد البنيه دابا انت؟ حنا في يد الله مكرفسين لا حنا ولا هي، مكرفسين لا حنا ولا هي في هذاك الشيء. انه ما كاينش اللي غادي يجيب لك شي هذا اللي هي طرحه فيها ما كاينه، خاصه كريريسه، خاصه شحال تاع المساله فاش تخرجها. حنا راه الله غالب، امها تكرفست امها كبرت وحنا كبرنا. وهاد البنيه راه عندها فوق 32 سنه وهي شاده الارض. ندوها للسبيطار الى تعاون عمنا شي حاد ولا شي حاجه. وهذا الشيء كل شيء تغلبنا فيه الله يشد بيدها ان شاء الله. يا الله يفرج عليك. غادي نسولك السؤال الاخر با عمر على سميحه. هاد سميحه هاد الغبره اللي غبرت سمعتوا انتوما، شفتوا الفيديوهات والصحافه تناولت الموضوع، كل شيء تيقلب عليها. ما دارتش عندكم شي حاجه في الطوار تما؟ ما واش تقدر تكون كاينه في شي بلاصه ولا صيفطات شي رساله لشي حد ولا ما وصلتوا حتى حاجه؟ سيدي حنا عندنا حنا ما سمعناش، مني على حساب داك الشيء ما تنعرفناش حتى حاجه. حنا كنا كنعرفوها هي
عندهاش مخالطه بين عم الشيخ، عندهاش مخالطه بين معاه. وباش حنا نقولوا جا عندنا شي حد وقال لنا هي كاينه هنا ضيزه هنا، ما علمنا على شيء. هادشي اللي كاين. انا معاك وغنختم معاك في الاخير، بقى معايا مشاهدينا الكرام. غادي نشوف مصطفى. مصطفى حتى هو ياكل دعمك ولد عمو، ونفس السؤال، شو كتعرف على سميحة مصطفى اللي من الدوار عندكم؟ دوارنا حنا بحال بحال، وكابر عمانا عقلنا عقلنا فيها صغر، وعمرها شنا كاع العيب ديالها وكل شيء. ووالديها تما وكانت كتقرا، سيدي محمد مرزوق، ومسمح مرزوق تحول لتفتاش تقرا، ويبا قد الحال مسكين. واليوم غدا اليوم غدا، ومن ذاك الجفاف ولا مسكين هز المدينه، هز المدينه هز الدار البيضاء، كرا مسكين هو وليداتها وبقات تما مساكين، الله يكون في العوان. هاد الغبره اللي غبرت كيفاش جاتك انت بحكم انت كبرت عندك؟ الدريه ما تغبرش اسيدي، الدريه قاريه واعيه، ماشي شي وحده، دريه واعيه، دريه ماشي شي دريه غشيمه ولا شي حاجه. انت كنتي كتسمع هاد الكلام اللي قال السي عمر بالله عندها العلاقه بهاد الشيخ؟ اييه معايا وحده دور واحد معروف، اييه معايا دور واحد، هي ولا الشيخ ولا كلشي دور واحد، الحمد لله ماشي كاين شي عيب بيناتنا ولا بيناتهم ولا شي حاجه، تقول شي حاجه دور واحد. المعلومات اللي عندك انت عارف بلي عندها العلاقه بي؟ اييه ديما هي والشيخ هانيه بينا وبينا مع الشيخ ولا كلشي هانيه، ديما يشوف مرافقين بحال بحال، ما كاينش شي مشكله ولا شي حاجه. ولا الناس عندكم في الدوار ما قدروش يسولوه على هذه البنت اللي غبرت، ولا هو ما يقدر يهضر معها حتى واحد؟ ما يقدر يهضر معها حتى واحد، ما يقدر يهضر معها حتى واحد، تقول شكون يهضر معاه؟ هو ناقض داك الشيء، ما يهضر معها حتى واحد، تقول صافي. تا غبرت مسكين ما عرفنا في دار بها العمر. ما سمعت حتى شي حاجه عندكم في الدوار؟ لا تقول عمرها سمعنا شي حاجه، تقول شي حاجه في الدوار، عمرها سمعنا شي حاجه في الدوار، صافي عمرها شي حاجه سمعنا في الدوار، نقول صافي. وهو حنا كنا مدعيين معاهم لشي ملك وداك الشيء، ودرنا واحد الباب في في البلاد ديالنا، وقال لنا ودي قطعتوا لي التيوات وهرستوا لي الزيتون، وحنا ما ديناش عليه. واحد الشيء دعانا على شي عودات، قلنا العودات كانوا الزيتون ولا العودات كياكلوا الزيتون؟ ما كانوش الزيتون العودات، وكيطلعوا يهبط فينا تقول شلا دعوا ونطلعوا كنحضروا، وما كيحضرش معنا ديما كنحضروا. ودعينا هو، دعينا هو نيا ولدو، دعينا ولدو وولد خوه، وواحد الدري ولد عمي ساكن حنا في الدوار، دعينا كاملين ونسيبو. شاهد فينا ظلم، ظلم قال لي انت هرسي الزون، انت اللي هرسي الزون وانت قطعتي التيوات. وانا دعيتهم الله تعالى، دعيتهم الله تعالى، دعيناهم الله تعالى، جاروا علينا بزاف، جاروا علينا بزاف ماشي بشويه. يجينا الكرام، كما تبعتوا معنا الموضوع ديال سميحة كما وعدناكم في السابق، نحن على تتبع دائم لهذا الملف. هادو ناس اللي كبروا في الدوار اللي كيعقلوا على سميحة من تزادت. سميحة عندها شخصية قوية، قرات، ماشي إنسانة اللي نقولوا تقدر تغبر بهذه الطريقة، إلا أن الأسباب والمسببات لا يمكن الجزم أو الحكم فيها الآن، لأنه الملف بيد القضاء والضابطة القضائية اللي لازلنا ننتظر الأبحاث فين غتوصل في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، ما لفت انتباهي بشكل كبير هو من سمعت هذا الابن عنده اللي الشيخ ما بغاش يوقع عليه المساعدة، وهذا أمر غريب. لماذا هذه المعاونة كتجي من عند جلالة الملك، ودرية عندها إعاقة، حارو معاها، ما عندهاش شي فرصة للعلاج حسب التصريح ديال الأب. ولادو وبناتو تزوجوا، بقى هو هي عينيه. البنية كيشوف فيها اليوم كيشوف فيها غدا. الجواب اللي غادي نقول المثل هاد السلوكيات اللي كيتصرف بها هاد المعني بالأمر، أنا غادي ننتقل لأي مكان عند هاد الشابة 32 سنة، وغادي نعيشوا معاها في المنزل، وغادي نروي للمتتبعين القصة ديالها. وكاين الأخت ديالها اللي هي اللي كتقابلها، وهي اللي كتعومها، وهي اللي كتقابل ليها ياك، والأب والأم ديالو، يعني الزوجة والأم ديال هاد الشابة اللي عندها إعاقة متقدمة الأم في السن. مشاهدينا الكرام، الفيديو المقبل غادي تتبعوا معايا إن شاء الله كيفاش كتعيش هاد الشابة اللي الشيخ ما بغاش يسني لها المساعدة، ولكن الله عز وجل والدعم ديال المغاربة والجمعيات والمؤسسات الحقوقية في هذا الشأن
قادره باذن الله عز وجل انه تغطي الخصاص لهاد الشابه. مشاهدينا الكرام، الاب يروي القصه من جميع الجوانب، سواء على المعلومات اللي عنده على سميحه، الاشكاليات اللي عانى فيها مع الشيخ ومن معاه، وفي الاخير ختم ليا بشق انساني محض. عنده بنيه عندها 32 سنه، عمرها شافت الضوء، وهذا هو اللي غادي ينتقلوا لعين المكان. تبعوا معايا.